محمد السادس يلغي زيارته إلى السنغال، والسبب تعرضه لنزلة برد أجبرته على الراحة حسب ما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية التي زعمت أن طبيبه الخاص أوصى بأخذ فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام. محمد السادس كان مرتقبا أن يجري زيارة رسمية إلى السنغال تمتد لثلاثة أيام وفق الحكومة السنغالية التي نشرت برنامج وجدول الزيارة. موقع موروكو ميل أشار إلى أن مرض محمد السادس ربما ليس حقيقيا بسبب وجود خلافات طرأت بشكل عاجل اقتضت إلغاء الزيارة، كما أن ملك المغرب غاضب من الرئيس السنغالي الذي انقلب عليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، وظهر أكثر قربا من المواقف الجزائرية في ملفي الصحراء الغربية وطرد الكيان الصهيوني. محمد السادس انزعج من صديقه السنغالي ماكي سال في وقت كان فيه المغرب في حاجة ماسة إلى مساعدة حليفه الرئيسي في إفريقيا، خاصة مع عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة التي ظهرت في اجتماع الاتحاد الإفريقي قبل أيام. موقع موروكو ميل أكد أن المغرب شهد منذ تولي محمد السادس للسلطة ظهور أساليب دبلوماسية جديدة وغريبة على غرار دبلوماسية المأمونية ودبلوماسية الفوسفات ودبلوماسية دفتر الشيكات التي تضاف إليها دبلوماسية المرض. مجلة تال كول تحدثت عن هذه الدبلوماسية المستحدثة في مقال تحت عنوان صحة ملك المغرب سلاح دبلوماسي، حين ألغى محمد السادس إقامته الشتوية في قلعته في واز بفرنسا، حيث أعلن القصر الملكي أن الملك أصيب بمتلازمة الإنفلونزا مع ارتفاع في درجة الحرارة بسبب التهاب الشعب الهوائية. المقال أشار إلى أن هذا الإعلان كان على الأرجح رسالة دبلوماسية بعدم رضا الرباط عن باريس. محمد السادس لم يتحمل وقتها حقيقة إقامته في فرنسا دون استقبال رسمي من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث كانت العلاقات تمر بفترة مضطربة بين الجانبين. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.